نذهب الآن إلى السيد حسني بي، أهلا وسهلا بك. هذا التغير في السعر الصرف كيف تراه، وهل هو تغير ثابت أم مجرد انفراجة مؤقتة؟ أعتقد أنه هو أكثر من كونه تغير، هو تعديل، لأن سعر الصرف الرسمي ما زال جنيه و40 قرش، و40 قرش ما هو السعر. كما أن سعر 9 جنيه و8 جنيه و7 جنيه كذلك ما كانش حقيقية، يعني سعر الدينار الليبي حد الأقصى كان في أسوأ الأحوال لا المفروض لا يتعدى 6 جنيه. عموما بعد الأنباء اللي صرح فيها مصرف ليبيا المركزي، وين صدق، لأن دائما يعتمد على الصدق من عدم الصدق، لأن مرات الناس تنشر منشورات وما توفيش بها. إن صدق بالتأكيد أن سعر الصرف اليوم الموازي هو 4 دينار ونص، لذلك نرى أن فيه تذبذب حوالين الأربعة، 4.5، 74 سمعت اليوم. يعتمد اليوم على ما يصدر من بيان من مصرف ليبيا المركزي عن سياساته النقدية إن كانت لديه سياسات. غير ذلك طبعا يبقى كل تكهنات، ولكن بالتأكيد أن طرح 3 مليار و500 مليون دينار 500 دولار، وتأكيد وزارة الاقتصاد على موضوع موضوع الذات، واللي كان بين صدر منها تقريبا 2 مليار و400 مليون، وقول مصرف ليبيا المركزي بان حيستمر في صرف ال 400 دولار لمن لم يحصل عليها السنه اللي فاتت. فهذين كل المؤشرات تدل على ان سعر الدولار حينخفض حتى على 4.5 جنيه، حتى ولو شاف نوع من الرد اليوم. ولكن المطلوب اليوم هو مصرف ليبيا المركزي أن يقر سياسات نقدية بأي طرق من الطرق لنجاة الاقتصاد الليبي والاستقرار السعر، لأن لو نطق مصرف ليبيا المركزي السعر قد يتدنى عن 3.5 دينار، وقد يوصل حتى 2.5 دينار، فيما لو الرئاسي، ونكرر هنا من جديد الرئاسي، ونكرر المرة الثالثة الرئاسي، اتخذ القرار الشجاع أن يستبدل الدعم نقدا مقابل 25 دولار لكل فرد في الأسرة. 25 دولار لكل فرد في الأسرة، هذين يكفل كل واحد 50 لترة، كل فرد 50 لترة، والعائلة فيها 6 أفراد في 300 لترة في الشهر. 300 لترة في الشهر هذين يديرا أكثر من 4500 كيلومتر بسيارة عادية. كل شيء مبني على قواعد. للأمانة ما لدينا هو قواعد متينة وتمكننا أن نحن كليبيا أو كمؤسسات ليبية، وخاصة مصرف ليبيا المركزي، أن يسيطر وينزل الدولار، لأن مش معقولة أن سوق بكمية ضئيلة من الدولارات يمشي السوق أو الارتفاع أو النزول كما يرى. مصرف ليبيا المركزي عند القدرة التامة أنه هو يؤثر في العملة أو سعرها، فيما لو حق وضع سعر توازني بين الرسمي. إذا هذا الانخفاض سيد حسني معتمد على الإجراءات التي سيقوم بها المركزي. نحن الآن في مرحلة الإعلان، لكن مرحلة التطبيق هي الأهم. ماذا لو لم يقم المصرف المركزي بالإيفاء بوعوده وتنفيذ هذا المنشور الذي أعلنه؟ هل نتوقع موجة ارتدادية لصرف الدولار، أم أنه سيظل ثابت أو يدور حول 4.5 وهذا السعر؟ في اعتقادي أن مصرف ليبيا المركزي ما عندهش حل حاليا إلا أن يضخ شهريا ما بين نافطة وبنزينة 500 مليون، ما بين اعتمادات لا يقل عن 500 حتى هي مليون، ومصاريف أخرى بين سفارات ودراسة وشو اسمه سياحة أو غيرها من الدفعات، ليصل لمليار و250 مليون. يعني بمليار و250 مليون وبقاء سعر الصرف على جنيه و40 قرش، السعر التعادل مليار و250 مليون كل شهر بما فيها البنزينة والنافطة، لأن البنزينة والنافطة تمثل تقريبا 40% من إجمالي المبالغ. فالسعر التوازني حيكون في حمض 4.5. فيما لو ذهب المبلغ إلى أكثر من هذا، فبالتالي نحن نحتاجه باش نوصله ل
ما يقارب جنيه و40 قرش رسمي وجنيه و40 قرش سوق سوداء، نحتاج مصرف ليبيا المركزي محتاج انه يضخ 3 مليار دولار شهريا، وهذا ليس متاح ولا يطالب به ولا نقترحه ولا نبو انه يصير، لان فيما لو عمل مثل هذا العمل باسعار نفط في 70 دولار وانتاج نفط مليون و100 برميل، لا يمكن ان نحن نستمر اكثر من 3-4 سنوات بهذا الشكل. المطلوب تغيير سعر الصرف الى سعر تعادلي، بحيث ان بالفعل يقدر مصرف ليبيا المركزي يجري كل ما يطرح من دينارات وكل ما يتوفر من دينارات بسعر، ويسحب الكتله النقديه اللي هي تزيد بكثير عن احتياجات السوق وعن احتياجات الاقتصاد الليبي. طيب. ما ننساش ان نحن في 2010 كان اجمالي الكتله النقديه المتداوله بحدود 10 مليار دينار، للاسف الشديد من 2011 وما بعد استمرينا في الطبع والبعثره بطرح مبالغ رهيبه وصلت حاليا لغايه 37 مليار. يقول سيد عمر أن هناك كثير من التجار الذين تضرروا من هذا التصرف الذي قام به المركزي بدون أن يكون هناك يعني نوع من التصرف أو من نوع من يعني تقدير هؤلاء التجار أو العاملين بالسوق الموازي. ماذا تعلق على هذا الموضوع، حجم التضرر في السوق وفي التجارة في المستقبل إذا ما كان هناك أزمة مشابهة؟ طبعا ما في شك ان في بعض المتضررين، ولكن خلينا نتكلموا بصراحه. شخصيا يهموني 95% من الشعب الليبي وما يهمونيش 5% من التجار. التجار اي واحد بكره ممكن يطلع تاجر من 95%، اذا ال 5% تضرروا وطلعوا من السوق وصار لهم اللي صار لهم. نحن هنا نتكلم على وطن، نتكلم على 6 مليون بني ادم، ما نتكلمش على 300,000، 300,000 ما يهمونيش بالكل. الثمن كان غالي، ولعند هذه اللحظة غالي، الثمن كان غالي 700%، الثمن كان غالي 600% لعند شهر ونصف فاتت، الثمن اليوم غالي 280%، لأن السعر الرسمي جنيه و40 قرش والسعر الموازي 4 جنيه ونص، معناتها هذا 280%، معناتها في واحد قاعد يستفيد، يعني لأن مصرف ليبيا المركزي يشري في الدينارات على أساس الدولار بجنيه و40 قرش، يعطي فيه للموظف هذا اللي نحن خايفين عليه الدينار و40 قرش، هذا الموظف اللي احنا خايفين عليه واللي ياخذ بالدينار و40 قرش واللي المصرف فيه بيشتراها بدولار، في الواقع ما يقدرش يشتري خدمات ومواد اكثر من 20 سنت امريكي، يعني باقل من 5 حقه، اليوم باقل من 3 حقه. فبالتالي الامانه اي اجراء ينزل من سعر الصرف إن كان تصادمي أو تهاجمي أو أيا كان فهو مرحب به، أقل ما فيه نتكلم عن نفسي، لأن اللي شراء بتسعة دينار كان هبل إنه يشتري بتسعة دينار، لأن كان معروف إن السعر المفروض ما يكونش أكثر من 5.5-6. اللي شراء خاطر وهو مخاطر، والمخاطر كما ربح يقدر يخسر، التاجر يقدر يخسر، المواطن لازم يربح في كل الأحوال. طيب سيد حسني، بطريقة مبسطة الآن للناس الذي يتابعون موضوع الدولار وموضوع التجارة وموضوع الأسعار اللي أثرت فيهم اليوم وآمس أو لامس، الأسعار بدأت تنخفض، هل الناس يحافظوا على تفاؤلهم أن الأسعار ستنخفض وأن الدولار سينخفض أكثر وأن الأسعار ستتغير بشكل تدريجي، أم أن الموضوع ما زال فيه نوع من الريسك او نوع من الخطوره انه يمكن ان تعود الازمه الى 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 حالها السابق؟ انا في اعتقادي مش حتعود لحالها السابق، انا في اعتقادي ان نحن ذاهبين نحو التحسن، وطبعا نحتاج الى دعم كامل من مصرف ليبيا المركزي والاستمرار من مصرف ليبيا المركزي اللي طارح شهريا ما لا يقل عن 1.25 مليار، من 500 مليون للبنزينه والنفطه. للاسف البنزينه والنفطه قاعده تتهرب، للاسف البنزينه والنفطه قاعده تنسرق من كل مكانات، حتى من خزانات ال 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 انتاج الكهرباء. لازم الحل يكون جذري حتى يزيد نزول السعر الى سعر توازني، لازم مصرف ليبيا المركزي يزيد سعر الصرف للسعر التوازني، ولازم الرئاسي، ونكرر من جديد الرئاسي، ونكرر من جديد الرئاسي للمره الثالثه، لازم الرئاسي انه يتخذ القرار اللازم والواجب لتغيير الدعم من سلعي الى نقدي،
ولو حتى بالدولار إذا الشعب متخوف، بحيث أن يكون هو ضامن أنه مش حينهضم حقه. العملية الدعم السلعي كما هي ماشية، وعملية دعم الدولار 280% اليوم، وسكن 600% و700% يمثل 80% من الأعمال الإجرامية اللي موجودة في البلد، ابتداء من حراس اللي واقفين على المصارف إلى التهريب عبر الحدود إلى التهريب عبر البحار إلى الـ 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 القتل، الاختطاف، الصراع على المسارات المؤدية للتهريب، على مسارات التهريب. لازم، ما عادش عندنا حل، ما عادش نقولوا هذا مش ممكن. ما فيش حاجة في الدنيا اسمها هذا مش ممكن، وتبتل ان ما فيش حاجة اسمها مش ممكن، لان سعر الدولار مع الدينار نزل من 9 الى اقل من 4 وقعد في 4، واليوم سمعت بان رجع شوية، للأسف رجع شوية، لان ما فيش سياسات اعلنت او بيانات مشجعة طلعت. ولكن الاساسيات انتاع الاقتصاد الليبي وبدون ادنى شك ان وجدت الاراده فهو اقوى بكثير مما هو عليه. صحيح ما هوش جنيه و40، ولكن بالحقيقه ولا ممكن يكون اكثر من 2.5 جنيه فيما لو تغير الدعم الى نقد. ما هو سعر التوازن الافضل اقتصاديا وفق وجهه نظركم سيد حسني، ان يكون هناك سعر توازني يقوم به المصرف المركزي في مواجهه السوق الموازي او القضاء على السوق الموازي بشكل كامل للحفاظ على الاقتصاد؟ اولا نحن عارفين كويس ان ميزانيه الدوله مموله بنسبه 97% من الدولارات، فمعناتها اول شيء، اول مربط للحصان ولا الحمار كما نبوا، اللي هو ميزانيه الدوله. ميزانيه الدوله 42 مليار دينار على حسب الخبر لعام 2018 او المقترحه لعام 2018. لو نقسم ال 42 مليار على 1.40، نحن نحتاج 30 مليار دولار، ما عندناش 30 مليار دولار، ولا مصرف ليبيا المركزي عنده 30 مليار دولار، فبالتالي قذوبة كبيرة أن يكون جنيه و40 قرش. وفي نفس الوقت كل ما نحتاجه نحن من توريدات من خارج ليبيا، إذا نحن نبغى نعتمد بالفعل على السواعد الليبية، على رجال الأعمال الليبية، على الليبيين، على عرقهم، على عملهم، على إنتاجهم في كل المجالات، نحن لا نحتاج أكثر من حد أقصى في أسوأ الأحوال 18 مليار دولار. معناتها 18 مليار دولار لازم يسد ميزانية الدولة 42، فلذلك لازم يكون سعر التوازني تقريبا 2.5 دينار فيما لو تغير. طيب. الدعم ليش فيما لو تغير الدعم؟ لأن الخمسة مليار اللي يمشي للبنزينة والنافطة 5 مليار دولار، لما نجوم بيعوها ما نبيعوش فيها بالسعر الرسمي، ما نبيعوش فيها بجنيه 40 قرش، نبيعوا فيها ب 20% منه. نحن بهذا العمل في الواقع نخلقوا في انكماش اقتصادي، يعني واحد يحط 5 مليار باش ياخذ 800 مليون، هذا يعتبر انكماش، ويعطي فرصه لمهربين وسراقين ومجرمين وفاسدين ان يهربوا 4 مليار برا ليبيا، او يهربوا اقل ما في جزء من هذه ال 4 مليار برا ليبيا. ال 4 مليار برا ليبيا دولارات، حتى لو هرب منهم مليار بسعر موازي 5 جنيه راهي 5 مليار، هذا يفسدن كل شيء، يفسدن السياسة ويفسدن الاقتصاد ويفسدن الشرطي ويفسدن كل واحد، ما يخليش ولا واحد. فأرجوكم حان الأوان أن نحن نغير ونغير توا. سيد حسني، يعني كلمتك الأخيرة في هذه المقابلة، وأكرر أنه هل أنتم متفائلون من الوضع الاقتصادي أم متشائمون خلال الفترة المقبلة؟ متفائل جدا، وما في إلا الخير إذا رضى الله، ولكن كذلك نطلب من المجلس الرئاسي استبدال الدعم، لأن اليوم ردا على السيد الجرموح، الدعم اليوم يتحصل عليه الغني قبل الفقير، يتحصل عليه المهرب والمجرم قبل الفقير. صحيح أنا أتفق معاه أن مفروض الدعم يكون للفقير، ولكن كما هو يصرف في هذه الأيام أو منذ 15 أو 20 أو 30 سنة، المستفيد الأول هو من لا يحتاج هذا الدعم. فبالتالي التوزيع العادل للجميع، الفقير مع الغني في المرحلة هذه، حتى لا نذهب ونبحث ونطول في البحوث سنتين وثلاثة أخرى في وقت اللي كل سنة قاعدين نحن نصرفه في 6 مليار في الدعم، إنه يعطى
لكل واحد، وخلال الفترة الانتقالية سنة سنتين نبدي قاعدة بيانات حتى نعرف من هو المستحق ومن هو مش المستحق. بعدها بسنة سنتين نوقفها على من هو لا يحتاجها ونبقيها على من هو يحتاجها، وبعد 5 سنوات نبقيها بس للعجزة ولمن هو خالي عن العمل والأولاد أو الأطفال. أما من هو عنده القدرة أنه هو يشتغل لازم يشتغل، لازم ينتج، لازم يطلع بهذا الوطن. طيب. لأن هذا الوطن طيل ما نهب تحت مبررات كثيرة، منها سعر الصرف الرسمي والحديث البايخ فيها أن سعر الرسمي هذا هي أمن قومي. طيب سيد حسني، ولكن هو طريقة قومية.